السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة جريد 6 مدرسة القاهرة، بالنسبة لدفوار حصة النهاردة، أول حاجة جزء الحفظ، مطلوب مننا حفظ بقى كام حاجة كده، مراجعة على الحاجات الأساسية في الفرنش. عندي أول حاجة هنا فيرب إتر، جو سوي، توي، إيلي، نو سوم، فوزيت، إيل سون. انا ممكن اسالك في التصريف وممكن اسالك المعنى بالعربي. انا اقول لك جو سوي يعني ايه، تقول لي انت تكون. تويي يعني ايه ان، اسفه، انا اكون. تويي يعني ايه انت تكون. اليه يعني ايه هو يكون، وهكذا. بعد كده عندنا فيرب افوار، بعد كده هنحفظ برضو فيرب افوار بمعنى يملك او عنده، جي، وخلي لي بالك من شكل الجو، شكلها تحول لجو ابوستروف عشان بعديها حرف فويل. جي، تويا، إلا، إلا، نوزافو، فوزافي، إلزون، إلزون. تمام؟ ده كده الجزء اللي أنا هسألك فيه إتر وأفوار عشان نعمل زي ريفيزيو سريع كده على اللي فات، وإن شاء الله الحصة الجاية يكون الدكتي قدام الكاميرا. يلا أقول لكم اغسبكو، أوغيفوار.